السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن تتواصلوا معنا عن طريق إرسال رسائلكم النصية. مشاهدينا الكرام، اليوم الموضوع سيكون عن نظرة العالم وكيف يتابعون ويحللون بتقاريرهم الرسمية الوضع القائم في العراق. طبعا إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينس في العراق باجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي كان فيه كثير من المغالطات وكان بعيدا عن كثير من الحقائق، بل أخفى كثيرا منها كذلك. وهذا الذي هذا الأمر استدعى طبعا أن تخرج تقارير تؤكد ما يحدث في العراق وتصحح الأخطاء التي خرجت بها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق. ونحن نتساءل عن الأسباب التي تدعو الأمم المتحدة بممثلة الأمين العام في العراق أن تخرج بهكذا تقارير تجامل بها الحكومة في بغداد، وكذلك تبرر لها بعض المواقف والانتهاكات التي ترتكب في العراق، ولا تعترف ببعض القضايا المهمة الجوهرية التي هي كانت في الفترة الماضية ولا تزال حتى هذه اللحظة حديث الشارع، منها قضية المغيبين على سبيل المثال، وهناك قضايا كثيرة سنتحدث بها ونتطرق لها إن شاء الله في هذه الحلقة. وسنأتي لحضراتكم كذلك بتقارير صادرة عن منظمات دولية أممية رسمية تتحدث عن الوضع في العراق وتتحدث عن حجم المأساة والمعاناة التي يعيشها العراقيون. ونستغرب عندما تخرج هذه التقارير ولا تتابعها الممثلة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ولا تنظر إلى هذه التقارير التي هي أيضا مصادر ومراجع موثوقة ومعترف بها عالميا. فلماذا إذن محاولة تهميش حقيقة المعاناة التي يعيشها العراقيون؟ ولماذا يسعى كثير أو تسعى بعض دول العالم أو كثير من دول العالم أن تبعد الأضواء عن القضية العراقية ومحاولة للتزيين وتجميل هذه الصورة البشعة التي يعيشها العراقيون قدر مستطاعهم؟ سنذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذا بلد ترسوه مخدرات، ترسوه أذية، ترسوه فوضى، ترسوه زنا، ترسوه ملاهي، ترسوه خمر، ترسوه حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب، هو انقطاع الماء. بطل من أبطال البصرة وليدي، أنت طالبت بحقوق البصرة، طالبت على مود مي مالح. قانوننا قانون، هذا منتمي لفلان جهة، لا تحاجي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاكيهم، والفقير يبوق لقنينة ينحكم 20 سنة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نبدأ ببيان هيئة علماء المسلمين الذي صدر للرد على إحاطة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة باجتماع مجلس الأمن الدولي. ذكر بيان هيئة علماء المسلمين أنه رغم اعتراف جينين هينس ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون ومحاكمات غير عادلة وإساءات للمحتجزين ووجود 1,600,000 نازح ومشرد ينتظرون العودة الكريمة الآمنة إلى ديارهم وتلبية احتياجاتهم الضرورية، إلا أن إحاطة المسؤولة الأممية لم تخرج عن نمط الإحاطتين السابقتين سوى التخفيف من نقد الحكومة الحالية. ذكرت هيئة علماء المسلمين أن المبعوثة الأممية في مداخلتها أمام مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي بررت للحكومة عدم قدرتها على الخروج من النفق المظلم بسبب الاضطرابات التي يعيشها العراق، وبالإضافة إلى ذلك عجزها عن إيجاد الحلول أمام المصالح الحزبية الضيقة على حساب العراقي وشعبه والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. طبعا في نفس الوقت لفتت أيضا المسؤولة إلى الأوضاع الخطيرة التي يمر بها العراق بسبب التوترات الإقليمية والدولية في المنطقة، وحذرت من أن يكون العراق ميدانا للصراع بالوكالة لدول إقليمية. نحن نتساءل ما الذي
يدفع الممثلة الأممية بأن تخفي حقائق موجودة على الأرض يتحدث بها العراقيون يوميا، منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ملأت القنوات والمحطات الفضائية التي تنشر الحقائق الموجودة في العراق، حديث عن مخفيين ومغيبين قسرا، وحديث عن إعدامات، وحديث عن مهجرين ونازحين، وحديث عن مدن مدمرة لا يوجد لها أي إعمار حتى هذه اللحظة، وحديث عن ميليشيات وصراع دول إقليمية ودولية تحاول أن تشعل الوضع أكثر في العراق وتؤزم الحياة القائمة فيه. وكل هذه الأمور والقضايا الشائكة والمعقدة والتي لم تجد لها حكومات ما بعد الاحتلال أي حل حتى هذه اللحظة بعد 16 عاما على الاحتلال وتعاقب حكومات ما بعد الاحتلال، لا يزال العراق مدمر فاسد، مقيم دوليا أنه من الدول الفاسدة والخطرة للعيش فيها كمحافظة أو عاصمة أو كدولة بشكل عام. لماذا لم تذكر الممثلة الأممية هذه البيانات وهذه الأرقام وهذه الحقائق الموجودة والمنتشرة والتي لا تحتاج إلى البحث بطريقة معقدة؟ بحث بسيط على الإنترنت على موقع جوجل ستجد كل ما يتطلب معرفته بالنسبة للقضية العراقية. لا يحتاج الموضوع إلى فبركة أو تزييف أو صور مشوشة تحتاج منها إلى بحث معقد أو عميق حتى تكتشف الحقائق. ونأتي لحضراتكم ببعض التقارير الصادرة عن منظمات رصينة معترف بها، ونبدأ من منظمة Human Rights Watch في العراق، تقريرها السنوي عن عام 2018. طيب، سنكمل قراءة هذه التقارير والبيانات للإيضاح لكم مشاهدين الكرام وكذلك للسيدة جينين هينس عن الأسباب، ونتساءل عن الأسباب التي تدفعها إلى إخفاء هذه الحقيقة أو تجنب طرحها ومجاملة هذه السلطة الحاكمة. معنا سيدة فرح من الموصل، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنا على مود عندي أخ معتقل من الموصل. نعم. أخوي أنا معتقل من 2017 25/5، وكل شيء ما نعرف عنه، وما نعم. خلينا مكان، ما خلينا أي شيء، طبعا كله بسبب التعذيب والضرب شفناه بعيننا، يعني والله العظيم خلي يجون على المنطقة يشهدون عليه، كل شيء ما عنده بس من التعذيب ومن الضرب. ما الجهة التي قامت باعتقاله يا فرح؟ الشرطة المحلية. وما التهمة؟ شنو التهمة؟ التهم الداعشي، ويعني واحد مشتكي عليه متساونين ومشتكي تهم الداعشي، ما يجون يدققون وراه مباشرة. نعم. يعني يجي أخذوه بلا ما يسألون ولا أي شيء من عندهم. نعم. يعني أدري الداعشي غير، أجي شهود شيء أجيب عليه حتى أنا أطلع من خطيته، إذا هو يعني بعده مولي 97، يعني والله العظيم كل شيء ما عنده، وإذا عنده شيء أنا أخويا من الناس أقول خلي ما أنت الله يستاهل. طيب، ما معنى يا فرح، ما معنى أن تقوم دولة بقواتها الحكومية باعتقال الناس بدون تحقيق و تودعهم بالسجون بهذه الطريقة، ومثل ما حضرتك دا تتكلمين عن قضية أخوك؟ يعني والله ما أعرف، أنا اللي أشوفه إنه يا ترى يعني هم بهذه الطريقة يعتقلون الناس، وهاي الأبرياء يعني يريدون ينتقمون من أهل الموصل، يعني إحنا بدنا نخلص من داعش لحتى يعني نشوف الشيء زين، يعني للتقدم نطلع، مو نرجع لي ورا، يعني هسه المعتقلين كلهم يعني لا. آلاف المعتقلين بالسجون، واليوم أنا وأمي رحنا عن منظمة الصليب الأحمر وسألناهم، يقولوا لنا ولا كل شيء، لا خبر عنه ولا أي شيء، يعني وين نروح؟ وما خلينا مركز، وما خلينا، يعني إحنا ما صراحة حضرتك قلتي في بداية الكلام إنه شفتي علي آثار تعذيب أو تعرض لتعذيب في أي مكان؟ يعني في أي مكان؟ هاي الميثاق بعيني شفته، يعني كان في سجن وتم نقله إلى سجن آخر، يعني نقلوه إلى سجن آخر بعد ما شفتيه؟ لا يعني لا مو نقلوه سجن آخر، هو نفس السجن بقى، بس يعني من التعذيب أعتقد حتى مشربي شيء، يعني ما يعرفنا، مهلوس الدرجة، يعني ما يعرفنا والله العظيم، أنا أول مرة أشوفك يا أخوي، وحسب بوجهه ما يبين من الزراقل فيه. نعم. يعني إيديه ما يقدر يمشي أصلاً، يعني وكل هذا فوقها الشتل والضرب قدام عيننا. نعم. يعني ما يعرفون على الأقل
انا يلاحظون احنا الاهل احنا الهاي شلون نشوف فيه منظر، والله بنظر عيني شفته، والله ينتقم من كل من اخذه يعني، والله العظيم ظلام الدرجة يعني، والله بحياتنا ما شفنا. احنا نريد نخلص من داعش يعني حتى نخلص من حياة الظلم، والله شفنا ظلم اكثر من داعش من طبه، والله ما عنده شيء. وما بس هو، والله اليوم رحنا على المنظمة، والله العظيم ان امهات تبكي كلتها، والله وكلهم ما عندهم شيء. اللي عنده شيء تلقيه بالعراق هنا هسه، اللي عنده شيء تلقيه هسه قبل طلع للخارج ووقعت كله براس الابرياء. نعم. والامهاتهم وكلها هسه خطيه، والله العظيم. فريد حل، ريد على الاقل نسمع بالعفو، بالعفو والله شوفوا الابرياء طلعوها، ما ريد تعفون عن المجرمين بس البريء طلعوه يعني شويه دحقوا. هي المشكله يا فرح، المشكله انه دوله بهذه الطريقه تتعامل مع الناس، القاء قبض بدون اوامر قضائيه وبدون تحقيق ويودع وتعذيب. يعني شلون حيكون اكو عدل وانصاف بالتعامل مع 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 المعتقلين؟ صحيح بالضبط. يعني اهم شيء هو يعني مثلا الضابط اللي ياخذ الواحد، اهم شيء بس يكسر اللي يفوتهم بالسجن يعني حتى يزيد رتبه، اللي يعلوه اللي زين. شلون ضميرك يرتاح وانت مفوت ناس ابرياء والليل كلها امهاتهم يدعون عليك؟ يعني ترى دعوة المظلوم ما بينه وبين الله حجاب، ترى يجيك يعني الدور، الله يشعل قلبك. والله لو عنده شيء أي أخويا إلا أي واحد، والله يستاهل حقه، بس والله العظيم كل شيء ما عنده. فرح أنا أشكرك للمشاركة، ونتمنى صوتك ورسالتك تكون وصلت لمن يهمه الأمر ومن لديه القدرة والضمير على أن يتدخل. أبو أمير من الديوانية تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قد موضوع على مود دول المفقودين ديران. نعم. ايه على مود المفقودين ديران، دول صور هسه جتنا ومسربة الصور، وشفنا الصور وشفت والدي انا بالصورة مسجون على ديران ويا الاف السجناء. نعم. ووضع شنو حاليا؟ حاليا نريد النتيجة شنو، دول هسه محتقلينهم ليش ما يهدونهم؟ شنو ال حاكمينهم، حاكمهم لما الخميني ولحد الان، وعلى خميني راح والخلاع وراح وجو الف رئيس مثال. نعم. ابو امير اشكرك للمشاركه. نقرا مشاهدينا الكرام مع حضراتكم اعلان منظمه هيومن رايتس ووتش في العراق عن تقريرها السنوي لعام 2018 عن الوضع في العراق، وتقول بأنه منذ إعلان السلطات الحكومية انتهاء العمليات العسكرية في العراق الهادفة إلى استعادة السيطرة على المناطق من قبضة تنظيم الدولة، تركت آلاف الأسر التي ترأسها نساء في شتى أنحاء البلاد وحيدة تصارع من أجل البقاء. قام فاعلون مسلحون خاضعون لسيطرة السلطات الحكومية في العراق بمعاقبة العائلات المفترض أنها وفق تصنيف الحكومة تنتمي إلى تنظيم الدولة، بما في ذلك حرمان هذه العائلات من الحصول على مساعدات إنسانية ورفض منحها الوثائق الضرورية وتفشي التعذيب في الحجز وغيرها من انتهاكات كثيرة. تقرير طويل جدا يتحدث عن المعاملات القاسية والانتهاكات التي تتعرض لها العوائل النازحة والمهجرة بسبب العمليات العسكرية من سطوة وقسوة هذه الميليشيات وانتهاكاتها وكذلك القوات الحكومية، حيث ذكرت المنظمة أن هناك في جزء لها تورط القوات الحكومية كذلك بانتهاكات ترتكب ضد المدنيين. هذا تقرير من منظمة هيومن رايتس ووتش خرج ليكشف حقائق. منظمة هيومن رايتس ووتش منظمة رصينة ومعترف بها عالميا ولديها تقرير ولديها مصادر تستغل مصادرها في البحث عن الحقائق وكشفها وإخراج التقارير، ليست لديها أي مصلحة في التزييف ولا لديها أي منفعة من ذلك. فلماذا لا تنظر الممثلة الأممية أو العالم بشكل عام إلى ما يحدث في العراق من حقائق، من انتهاكات، من تغييب للناس؟ استمعتم إلى السيدة فرح، أخوها معتقل بدون أوامر قضائية، بدون تهمة، بدون تحقيق. التهمة موجودة لكن بدون تحقيق، يعذب ويهان، والآن هو في حالة نفسية منهارة ولا يستطيعون أن يتفاهموا معه بطريقة طبيعية بسبب ما يخضع له من انتهاكات داخل المعتقلات والسجون. لماذا لم تذكر الممثلة الأممية هذه الحقيقة؟ معنا اتصال السيد أبو حسن من بغداد، تفضل.
الو ابو حسن حياك الله تفضل. شلون صحتك عيني؟ اهلا وسهلا ابو حسن. بلا زحمه عليك، انا ذاك اليوم خابرت على استاذ افل. نعم. قبل اسبوعين يوم 22 بهذا الشهر. نعم. فقلت له عندي ابني انخطف بسامرة. نعم. انخطف بتاريخ 27/5/2007. نعم. مواليد 85. مواليد ايش قد؟ مواليد 85. نعم. واسمه مهند، مهند اسمه. نعم. نعمة حالك. فانخطف بسامرة يعني ويا جماعة ثلاثة شرطة. انخطف ويا شرطة؟ اي نعم نعم، انخطفوا ويا ثلاثة شرطة وسيارتهم الخاصة. من اللي خطفهم؟ عندك علم؟ اي نعم نعم، خطفتهم قوات حكومية. لكن إذا أروح وأراجع بس أفهم منك نقطة يا أبو حسن، أفهم منك نقطة. نعم شلون نعم ابنك نعم. شلون ابنك ويا شرطة وخطفتهم قوات حكومية؟ يعني من القوات الحكومية اللي قامت باختطافهم؟ وإذا حكومية المفروض اسمها اعتقال يعني، بس من هي هذه الجهة؟ الشرطة الاتحادية. طيب الشرطة الاتحادية هم خطفوهم. والشرطة اللي ويا ابنك ذولا يعني ابنك منتسب كان منتسب؟ هو فلاح، يشتغل فلاح يعني. طيب هو يشتغل فلاح. نعم فلاح يشتغل. نعم نعم، ولكن الشرطة اللي وياه انت تقول خطفوا معاه ثلاثة شرطة، من هم هذول الشرطة؟ شلون يتم خطفهم بهذه الطريقة؟ من اقربائي. نعم نعم، من اقربائي ذولا، هم يداومون بمديرية شرطة سامرة. نعم يداومون بشرطة سامرة. ابني فلاح ببغداد ولكن يتقاضى راتب من شرطة سامرة. شنو تهمته يا ابو حسن؟ تهمت يعني انقتل عندهم ضابط. طيب من 2007. نعم. من انقتل الضابط؟ من انقتل الضابط؟ قالوا الحماية مالته هم اللي عدسوه. طيب هم قالوا الحماية مالته هم عدسوه، هم باعوا اتهموا يعني اتهموا بهاي القضية. طيب وين وصل وضع ابنك يا ابو حسن باختصار رجاء؟ نعم رحم الله والدك، هو وبعدين جابوا لي الشعبة الخامسة تحقيقات. نعم. ودوه بعدين المحكمة الساعة. ايش حكمه ما حكمه بعد انا ما ادري به. زين؟ نعم. فاني احمل غياب ابني مديرية شرطة الساعة والمخبر السري مرض. المخبر السري مرض. زين؟ هذا الضابط انقتل بتاريخ 6/5/2007 نفس الشهر اللي راحوا ولدنا بيها، فهم خطفوهم. هذا باعتقاد من القوة المعتقلة، باعتقاد من القوات الحكومية اللي اعتقلت أو خطفت ابنك بأنه ابنك هو شريك. نعم. بقتل هذا الضابط. بالضبط هم تهموهم. نعم، وبالذات أنه زوجة الضابط هي تهمت يعني ولدنا. نعم نعم، اللي هي المخبر السري تقول. اي نعم، هي المخبر السري. هي تاكل وتشرب يمنا بالبيت. والحكومه بنظامها الامني تعوف التحقيق والطرق الرسميه بالتعامل في القاء القبض. نعم. وتروح تجيب الناس وتخطفهم وتعتقلهم بناء على وشايه من مخبر سري. نعم رحم الله والدك. وبعدين هاي المره المخبر السري شالت من منطقتنا، انتقلت الى غير منطقه راحت. طيب ابو حسن عندك شيء تقوله باختصار بعد؟ لا رحم الله والدك. شكرا ابو حسن، بارك الله بك، اشكرك للمشاركه، حياك الله. نستمع للسيدة أم عماد من مدينة الموصل ونتحدث بهذه النقطة المتعلقة بقضية المخبر السري، وكم من ضحية عراقية راحة نتيجة المخبر السري وهذه الدعاوى والشكاوى الكيدية. أم عماد تفضلي. أم عماد، طيب فقدنا الاتصال مع السيدة أم عماد من مدينة الموصل. معنا السيد أبو كريم من الفلوجة، حياك الله أبو كريم.
السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو كريم بلا زحمة عليك، نص صوت التلفزيون شوية. أي استاذ محمد حياك الله. استاذ محمد حياك الله، حياك الله، سلم لي على جماعتك كلهم. حياك الله، أهلا وسهلا. الله يخليك استاذ محمد. أنت لا تصور أكو حكومة، هاي حكومة كلها عصابات. نعم، هاي حكومة كلها عصابات، ماكو حكومة. أبو كريم أنا حابب أسأل حضرتك على نقطة المجتمع الدولي لما تخرج التقارير. نعم. من موفد أو ممثل أو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، تخرج بتقرير ينافي الحقائق اللي موجودة، تقرير بعيد عن الوقائع الموجودة في العراق، بعيد عن هذا الظلم اللي عايش به المواطن العراقي واللي شايفه، وتخرج بتقارير تجمل أو تحاول أن تبرر للحكومة ما تفعل. العالم شلون ينظر للعراق؟ لماذا ينظر للعراق بهذه النظرة وكان العراق بلد آمن، بلد مستقر، بلد يخلو من المشاكل؟ أبو كريم. أستاذ محمد. نعم. هذا العالم كله هو عدو ضدنا، ما يريد إنسان صالح، يريد هذول الإنسان الغير صالح، يريد هاي الحصالات هاي اللي صايرة هسه كلها، يعني هو يخدمهم هذا العالم، ما يريد إنسان صالح. أخي هاي. طيب ويتكلمون بحقوق إنسان ويتكلمون بقانون دولي وقانون إنساني. المعتقلين والمغيبين على سبيل محمد. المثال كملف، كم معتقل ومغيب من محافظة الأنبار بشكل عام، من مدينة الفلوجة بشكل خاص؟ أنا ابن عمي معتقل صار له اليوم 3 سنوات. نعم نعم أستاذ محمد. نعم. احنا نتكل على الله وعليكم، يعني انت انسان صحفي. نعم. انت انسان صحفي، لازم من عندكم واحد صحفي يروح يراجع العالم خارج العراق، هاي داخل العراق كلها اعدائنا. نعم. وياي استاذ محمد. اسمعك ابو كريم وياك. يعني احنا نريد انسان صحفي منا كي يدافع عنا. احنا لهنا كل صدقني يا ابو كريم، اذا قلت لك صدقني، اذا قلت لك انه العراقيين اللي مكرسين وقتهم في سبيل تحقيق هذا الهدف كثر، منتشرين في العالم. ترى اللي يقدر عن طريق وسائل الإعلام أو اللي يقدر عن طريق منظمات إنسانية حقوقية يروح يقدم شكاوى ويرفع قضايا ويتحدث عن الحقائق الموجودة، لكن من اللي يسمع؟ هو هاي المصيبة هنا. يعني لازم تسوونا واسطة، تسوونا بفلوس، تسوونا بناموس، لازم تروحون على هاي الدول اللي مراعية هاي الدول الظالمة. اكو دولة مثلا السعودية، مصر، هذه الدولة اللي ملتقية هناك شوية، لازم تروحون عليها، يعني بعيد شوية يجبرون عن هاي الناس. احنا هنا بظلمة. طيب. والله يا اخي سجون، كلها سجون، كلها سجون، حتى هاي الناس المدنية الخارج كلها سجون ترى. وضحت ابو كريم. ابو كريم اشكرك، اعتذر منك لانه لدينا متصلين ينتظرون، بعض المتصلين للاسف يعني القدره لديهم بالنسبه لموضوع الرصيد ضعيفه، فاعتذر منك سيد ابو كريم. رسالتك وصلت وصوتك وصل. سيدة ام عماد من مدينه الموصل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوي الله يحفظك، انا عندي ابني مفقود، هاي صار له من 2016، لحد الان انا ما اعرف عنه، يعني هسه عتاني ولادي والعمام على يدورون مع الميتين ومع الطيبين، الله الوكيل ما لقينا، تشتي ما نعرف عنه، ولي حد الآن ما جو. أم عماد يعني لحد الآن مفقود، وين انفقد؟ انفقد طلع من هنا على الرمادي، ودي يطلع على أربيل، هذول سيارات الكبار بيطلع ينهزم من الحرب، وما أكو ما أعرف يا سطار، هو وجيراننا عندهم سيارتين مع الحمل. هم. نعم. طلعوا بسيارات بهو معاهم، ولحد الان كشي ما اعرف عنه. طيب الناس اللي كانت وياه قالوا لك وين راح، شلون راح، شلون اختفى؟ هو اتصل علينا قال وصلت جرف الصخر. طيب. ومن جرف الصخر انفقد. في جرف الصخر انفقد. نعم. اي والله. وهذا وابنك ب 2016 يعني العمليات بجرف الصخر منتهيه والميليشيات والحكومه مسيطره.
والله يمكن ايه والله. نعم. بس يعني نزلت صورته على الانترنت وهسه انا راح اجز لكم هي على نعم. الواتساب صورته مع الشجاع ابني هو 100%، بس اريد اعرف يا ريت الله يحفظك. نعم. اريد تعرف لي وين صبينا الشجن هذا. نعم. انا من الموصل جانب الايمن. ام عماد، نفعل ما بوسعنا ان شاء الله، ان شاء الله نفعل ما بوسعنا حتى ناتي بالاخبار اللي يعني تسر حضرتك باذن الله. لكن هي المشكله البلد، انا اشكرك طبعا المشاركه، المشكله نحن في بلد يعني بلد عصابات كما يوصف من العراقيين، بلد تقود الميليشيات، بلد منهار، لا يوجد نظام رصين واحد ممكن يلتجئ اليه، قضاء فاسد. ما نريد نشوه الصوره ولا نقلقك على ابنك اكثر من الوضع اللي انت بيه، لكن هذا هو الواقع، هذه هي الحياه الماساويه التي يعيشها العراقيون. وتخرج سيده مثل ممثله الامين العام لا تتحدث حتى عن قضيه المغيبين او الجثث التي تظهر وتسمى مجهوله الهويه، ملف لم يكن ضمن اجندتها ليطرحها في مجلس الامن الدولي. طيب معنا السيده ام علي من الفلوجه، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا من أحد ضحايا اللي راح زوجها بسبب الدعاوى السيدية. نعم. وضحي لنا أم علي، تقدرين تحكين القصة باختصار إذا تقدرين؟ عادي ما في إشكال. أنا زوجي طلعنا من الفلوجة ب 2014 شهر الواحد. نعم. واعتقلوه من الطريق على مود جنسية، عنده جنسية ثالثة. منو اللي اعتقله؟ اجى واحد اعتقلوه من بقريب الشرطة الاتحادية. نعم. فبالتعذيب، وتعرف انت فواحد هناك احنا بالفلوجة مقتول ابوه قبل 5 سنين او هيك، اراد يصير شاهد، يلا تشهد على واحد تقول انه هو قتل ابوك. يعني استغلوا زوجك حتى يكون شاهد زور. أم علي؟ فقدنا الاتصال مع السيدة أم علي من الفلوج للأسف. بإمكانك أن تعودين الاتصال مرة ثانية سيدة أم علي. أم عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله مع عبد الله. الله يسلمك يا رب، يحفظك ويحفظ كل العراقيين شرفاء. استاذ، طرحك للسؤال انه شلون العالم ينظرون الى العراق نظره جيده قصدك؟ لا ام عبد الله، انا اقصد الحقائق ما توصل للمجتمع الدولي ولمجلس الامن الدولي بالحقيقه اللي موجوده في العراق. يعني بعض الدول الاوروبيه تخرج تقاريرها السنويه تقول بان العراق دوله امنه، على سبيل المثال السويد والدنمارك. تخرج التقارير تقول العراق دولة آمنة، تخرج المتحدثة أو الممثلة للأمين العام في العراق، أمين العام للأمم المتحدة، لا تتحدث عن قضية المغيبين على سبيل المثال، المغيبين قسرا والجثث التي تسميها الحكومة مجهولة الهوية. أنا أسأل لماذا هذه الحقائق لا تطرح وهي معروفة وواضحة للجميع؟ ليش أستاذ، هاي كلها ترى معروفة، أمريكا وإسرائيل وإيران عندما سلمت العراق إلى إيران كان كل زين تعرف انه حقيقة البلد وين راح يوصل. يعني نعم. هذا كله تعرفه امريكا واسرائيل وحتى الدول العربية، الدول العربية اصبحت متفرجة على الابادة الجماعية اللي يقومون بها ابناء ايران في العراق. زين بعدين نعم. استاذ عندنا ماركل الالمانية تقول العراقيين موجودين في المانيا ما يسببون لا مشاكل وعايشين بسلام في المانيا وياكلون اللحم الخنزير وشافتين ولا عندهم شغلات طعميه طيب. ولا شيء. يعني معناها هذا انه العراقيين من طلعوا خارج بلدهم انه هم مرتاحين في الدول الاوروبيه. كل زين تعرف امريكا واسرائيل وايران انه الوضع المتردي حوالي 7 مليون من العراقيين هم مشردين وهم مقتولين وذبحوهم نعم. الاحزاب السياسيه. وبعدين استاذ انت شوف
انه العراق اصبح سخريه للعالم العربي والعالم ككل، انه حتى ينطون امثله على الفساد المسؤولين في العراق. بعدين ابنان سكوت رجال الدين واصحاب الاحزاب السياسيه اللي دخلت في العراق، شنو موقع يعني وضعهم الحالي؟ نعم. هم مع الشعب او ما هم او خارج الشعب؟ برايك انت ام عبد الله باختصار شديد، برايك انت ما موقفهم؟ استاذ ساكتين، هم خليني انهم من تفعيل الشعب دا يموت، الشعب انتهى. يعني انا مثلا حتى البارحه كان واحد من النجف اعتقد ما ادري منين انه يقول احنا تحت قياده السيد مقتدى الصدر، زين مقتدى الصدر ايش سوى؟ انه بيشوف هذا يعني الوضع. يعني تعتقدين انهم ساكتين لانهم موافقين على ما يحدث ام انهم خائفين؟ أكيد من اكيد كلهم. بعدين استاذ الاقوى اكو نقطه مهمه، هسه بالموصل والمناطق الشماليه من العراق، نعم، كل الزين يعرفون هذول السياسيين ورجال الدين انه نشر المسيحيه عن طريق المنظمات يجون الى الموصل والى بعض المناطق الاخرى لاستغلال الفقر اللي موجود والحاله النفسيه الموجوده عند العراقيين وحتى التشيع في العراق. ليش انا اسوي تشيع اذا هو الدين الشيعي مثل الدين الاسلامي ما عليه؟ طيب ام عبد الله انا اشكرك، وضحت الفكره. وناخذ السيد محمد من بغداد، وكما نوهنا قبل قليل مشاهدينا الكرام هناك بعض المتصلين ليست لديهم القدره فارجو الايجاز قدر المستطاع في الحديث. تفضل محمد. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ فيما يتعلق بانك ناني عرفت من بدايه كلام حضرتك انه لماذا المنظمات الدوليه وغيرها ما تتكلم عن الوضع بالعراق. استاذ الحقيقه انت نجب عن جنابك الكريم انه العالم تحكمها امريكا والقوى العظمى. نعم. والحرب هي حرب ضد الاسلام يعني بلا شك. فالعراق ليس بدعا من بقيه الاحداث التي تجري في العالم الاسلامي، سوريا، اليمن، نعم، مصر، المسلمين في الصين، المسلمين في بورما وغيرها من دول العالم. المسلمين الان يتعرضون الى حمله اباده منظمه ومنهجه من قبل قوى الظلم في العالم، من قبل امريكا واسرائيل ومن سار في فلكهما. هاي وحده. استاذ يعني احنا نطالب امريكا اللي هي عدوه الانسانيه بان او المنظمات الانسانيه التابعه لامريكا والتي تسبح بحمدها انت 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 تتكلم محمد. محمد بس تصحيح بسيط، تصحيح بسيط لحضرتك. المنظمات الدوليه اغلب المنظمات الحقوقيه والانسانيه تصدر تقارير في معظم الاحيان، تقارير تنقل واقع في معظم الاحيان، لكن اقصد ممثله الامين العام للامم المتحده، هذه جهه مسؤوله امميه، هذه المسؤوله لم تنقل الحقائق كما هي في العراق. هذا هو السؤال. يعني منظمات قد يؤخذ بتقريرها او قد لا يؤخذ وفق المصالح، لكن ممثله امميه تمثل هذه الدول او مسؤوله او ممثله للامين العام ولا تنقل الحقائق، فما قيمتها وما مسؤوليتها؟ يعني استاذ محمد يعني بالله عليك متى سمعنا انه سواء الامين العام هذا او اللي قبله او اللي السابقين استنكروا ما جرى من حمله اباده في سوريا؟ متى سمعنا الامم المتحده او المنظمات التابعه لها استنكرت مليون او مليون ونص مواطن عراقي قتل وجثث الهويه المقاس في الشوارع؟ نعم. متى سمعنا يتكلمون عن المغيبين في 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 الرزازه وغيرها وفي جوف الصخر؟ استاذ بس المصيبه احنا بلاءنا منا وفينا. نعم. يعني بالله عليك يعني احنا على صدق الذي قال يا رجال الدين يا ملح البلد ما يصلح الزاد غير من حفزت. يعني هذا البرنامج الحره اللي فضح فيه الوقفين السني والشيعي والفساد اللي بينخر بجسد البلد من وراء هؤلاء الذين يتسترون اوقفوا يعني عمل المكتب في بغداد، اوقفوا لانهم لا يريدون ان يسمعوا صوت الحق. طيب وين حريه الصحافه لعد؟ استاذ العزيز انت هل تصدق هذه؟ اوكي نحن في غابه في العراق، نحن الان في يعني عايشين بقدره قادر الله سبحانه وتعالى هو مسير هالبلد، والا احنا ممكن نباد ولا احد يعني يطالب بنا كما ابيد سوريا يعني. نعم. فلا اريد ان اطل عليك، اقول المشتكى الى الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وهذا الولد العفو هذا الوضع راح يبقى الى ان شاء الله سبحانه وتعالى، لكن ما نملك غير الدعاء وما نملك بكري وقفه الطيبين انا يعني للدول العربيه. وهذا تملك القدره على التغيير يا محمد، تملك القدره على التغيير، انت الشعب، حضرتك جزء والله من الشعب. نعم اي والله، بس الشعب حشاك حتى ربع السنه اذا تحكي عن الحكومه يزعل، اللي بالحرس يزعل عليك والشرطه يزعل عليك والبدائل بس الناس اللي بدها تطلع مظاهرات ذولا شنو لعد يا محمد؟
الناس اللي تتظاهر وتعتصم يوميا. السنه طلعوا وابيدوا، لكن الشيعه الان نشوفهم مو ساكتين. الان ملتين بالمشي الى زياره كربلاء، ولو تجي تقرا اللافتات كل خطوه تعادل 1000 حجه و1000 عمره، وهم مزحمين الناس عن حج وعمره. جزاك الله الف خير استاذ محمد. شكرا محمد. معلومه نضيف ان محافظات الجنوب ذات الغالبيه الشيعيه في العراق من اكثر المحافظات التي خرجت بها ولا تزال تخرج بها المظاهرات. منها المظاهرات التي رفضت الوجود الإيراني، ومنها المظاهرات التي رفضت الحكومة، ومنها مظاهرات تطالب بالخدمات. وأكبر دليل على أنه حتى ابن الجنوب اللي تقول هاي الحكومة أنه هي جزء من هذه المحافظات قمعوا في البصرة عندما قتلت منظمة بدر ميليشيا بدر المتظاهرين في محافظة البصرة، أردتهم قتلى أمام القوات الحكومية التي لم تتدخل، وغيرها من اتهامات أكيلت للمتظاهرين الذين خرجوا وقالوا إيران برا برا. تخرج حنان الفتلاوي وغيرها تقول هؤلاء خلايا نائمة، وهم أهل الجنوب، هم أهل الجنوب الذين تقول الفتلاوي وغيرها من مسؤولين أنهم تابعين لهذه المحافظات وجذورهم في هذه المحافظات. تتهم ابن محافظتها وابن بلدها بأنه عميل وخائن وخلية نائمة لأنه قال إيران برا برا، نظرا لما عاناه من إيران ومن ميليشياتها وأدواتها. العراقيين أو العراقيون لم يقفوا على التظاهر، لم يتوقفوا عن التظاهر حتى هذه اللحظة، مستمرون. واليوم عرضنا قضية مهندسي نفط ميسان، كيف أنهم معتصمون منذ أسابيع يطالبون بحقهم، تعتقلهم القوات الحكومية وحتى هذه اللحظة هم في المعتقلات. عموما أم علي من الفلوجة عادت من جديد، أهلا بك أم علي. أم علي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ما يعني انقطع اتصال من عندكم، بس قلت لك أنا زوجي راح صحيت الدعوة كيدية. لو شاهد لو أبغى وراك، إحنا حادثنا ضعيفة وعالم فقرة وعلي الله عليك. أم علي ما فادت زوجك الجنسية الثانية أو الجواز السفر الثاني أن تتدخل الدولة المعنية؟ ما احنا نحكم بوقت يعني ب 2017 نحكم. نعم. وجاب شهود مزورين وانطى مادة يعني وحكمه، بقى لو تشهد وياي تصير شاهد تقول فلان قتل ابويا لو اني ما اعرف، هو محامي قال له ما اقول، وزوجي يروح بها مؤبد هيك على شن هو. نعم. كان الله بالعون يا أم علي، كان الله بالعون على هذه المأساة التي يعيشها العراقيين. وأنت والله وسائل الإعلام أنت ما قاعد تقصرون، بس يراد لكم مد من الحكومة ويا يعني لعد شلون يريدون الشعب اللي من الحكومة ينحرجون يطلعون ويانا يا أم علي، يخافون على نفسهم، يخافون على عد شلون يريدون الشعب يصفي ويريدون الشباب ما تصير إرهابية، وعن أن مستوى سوى أربع إرهاب. يعني احنا بالعكس احنا علواء انه يجينا واحد نصارحه ونتكلم وياه بالوثائق والارقام. هو ايش انتم مقصرين، انتم مقصرين، بس ما حد قاعد يساعدكم من الحكومه حتى يصفى الشعب شويه، يريحون الشعب شويه. نعم. ام علي انا اشكرك للمشاركه، اعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. طبعا الموضوع الحكومه عندما يأتي الموضوع إلى كشف الحقائق فهي بعيدة كل البعد أن تتواصل معنا أو تحاول أن تخرج من خلال شاشتنا من أجل أي مسؤول أن يتحدث بحقائق، لأنه سيفضح، لأن كل من يشارك في العملية السياسية عليه ملفات فساد وعليه قضية عاجلا أم آجلا ستطرح إن لم تطرح سابقا. يعني يتحرجون من الظهور على قناتنا وعلى أي وسيلة إعلامية أو منصة إعلامية صحفية تتحدث بأرقام وحقائق، هذه الأمور تحرجهم. أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة أنت سألت سؤال بالنسبة للمنظمات الدولية. نعم. المنظمات الدولية من تكتب التقارير مالتها تكتبها بس ما حد يأيدها. بالدول الخارج ليش ما حد يأيدها وهي منظمات اكتسبت اسم وسمعة؟ اسمح لي، بالدول الخارج أي 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 عراقي يتكلم بالسياسة ما يسمحوا له. يعني هواية عندنا يعني عراقيين
بالسويد بالأردن بالدول أوروبا، يعني من يردون يتحدثون بالسياسة ما يخلوهم، يعني ما يقبلون، يعني لأن كل الدولة الموجودة اللي ما تخليهم يخافون على بلدهم ويخافون لصر اضطراب أو أي شيء آخر، يعني يخافون. ولهذا شوف المهجرين اللي بالخارج كلهم قلبهم على العراقيين وقلبهم مشلوع، لكن ما لهم أي نتيجة ولا يقدرون يتحدثون لأنه يخافون على مواقعهم ويخافون على معيشتهم هناك. هاي الشيء. شيء طيب. ثاني، لما هاي الامرأة اللي زوجها أخذوه تقول الحكومة، هي احنا ارد لها قل لها اي حكومة، احنا من 2003 الى الان احنا في عصابات، في عصابة ورا عصابة تجي، اجت كتلت وهجمت وقتلت، وكل هذا من 2014 و17 هاي بعهد المالكي اجى حزب الدعوة، بالذات حزب الدعوة وحزب الاسلامي، هم اثنينهم اجوا كأنهم وحوش. طيب تقرير ممثلة الامين العام للامم المتحدة اللي تبرر للحكومة عدم خروجها من النفق المظلم كما يوصف، أن هناك مصالح حزبية وهناك أزمات يعيشها العراق واضطرابات تجعل الحكومة غير قادرة على الإصلاح، هذه التبريرات للحكومة، يعني ما الذي تريده أكثر الممثلة الأممية أو الحكومة في بغداد؟ 16 سنة من الفلوس والدعم الدولي والسلاح، ما الذي قدمته هذه الحكومة لتنتظر عليها هذه الدول أو تصبر عليها أو تبرر لها حتى الفشل والفساد اللي عايش به العراق؟ ما يبرروا لهاي الدول، اي دوله اجنبيه ما تبرر للعراق اي شيء. تسمعني اذا سمعت؟ اسمعك ام ازهار، انا اقصد بالعكس. أي. الدول دي تبرر للعراق اللي دي يصير يا ام ازهار، تبرر للحكومه، تبرر للحكومه الفساد والقتل والميليشيات تبرر، بس هم يعني ما ياخذون بهاي التبريرات ابدا، ما ياخذون، لانه هم عندهم انتماء ويا ايران. طيب. هم ويا ايران ويا امريكا ويا اسرائيل، هم يردون يهدمون البلد ويردون عندهم خطه اسرائيليه امريكيه ايرانيه، يردون يستولون على كل العرب، يردون يستولون على الامارات، يردون يستولون على السعوديه، ويردون يستولون على كل العالم. فهم ما يهمهم كلام الاخرين، هم يهمهم هم شنو دا يسوون، هم عندهم قدره انهم لازم يستولون على العالم كله، لازم خاصه ايران جذورها ممتده الى ابعد الحدود. طيب. يعني وين ما تروح تشوف ايرانيين ومسلطين في كل دوله موجوده هناك. وضحت يعني الفكره مازهار، موجوده ايران. نعم، أشكرك أم أزهار المشاركة، أعتذر منك الوقت شرف على الانتهاء، لدينا بعض الرسائل نود أن نقرأها للمشاركين الكرام. يقول أحد المشاركين: السلام عليكم أخي، مفقود في الرمادي بتاريخ 19/9/2016، هاي الصور في أي مكان بالضبط؟ وشكرا لكم، أرجو الرد بسرعة، أريد أعرف في أي سجن هاي الصور. حقيقة يعني موضوع يحتاج الى بحث وتقصي عن هذه الصور ومصدرها واين وجدت ان استطعنا. الرساله اخرى من السيد ابو حاتم من الموصل، يقول: السلام عليكم استاذ محمد، تحيه طيبه لك ولكادر القناه والمشاهدين الكرام. الفاسدون لن يبنوا وطن، انما هم يبنون ذاتهم وانفسهم ويفسدون شعوبهم واوطانهم. استاذ محمد، المنظمات الدوليه والمحليه كلها مخابرات تجسس للغرب، وعلى رأس الغرب أمريكا المجرمة صاحبة القنابل المدمرة هيروشيما وناغازاكي وحروب فيتنام والعراق. هذه المنظمات الدولية ابتداء من جامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وعدم الانحياز والأمم المتحدة ومجلس الأمن، كلهم مسؤولون عن ما يدور في العراق. طيب، في رسالة أخرى يقول أحد المشاركين: نحن لسنا بحاجة لهذه التقارير من هذه المنظمة، والتي هي في الأصل هي من ترعى إجرام هذه العصابة. أعتقد المشاركين يعني خلطوا بعض الشيء ما بين تقارير المنظمات الدولية وتقارير للأمم المتحدة في العراق، وأعتقد هو القصد
على هذه الإحاطة، نحن لسنا بحاجة لهذه التقارير من هذه المنظمة، والتي هي في الأصل هي من ترى أجرام هذه العصابة المجرمة، وهي من تساعدها على فسادها. كل من يعترف ويتعامل مع هذه العصابة هو شريك في الإجرام وسيحاسب. النصر صبر ساعة. سعد من السعودية، شكرا سعد. معنا السيد أبو عمر من الموصل، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله أبو عمر، حياك الله. أستاذ محمد، على مود الأمم المتحدة، يعني ليش ما قالوا إنه أكو قتل وسلب ونهب واعتقالات؟ نعم. برأيك أبو عمر ليش؟ والله أستاذ، هي هاي الحكومة مالنا غير تربي على هذا الأمر، تغطي على هذا الشيء. يعني أستاذ، أنا قبل كم يوم دزيت لكم مقطع فيديو على الواتساب، على الواتن شروع على التلفزيون، خلي العراقيين يشوفوا. والله يخليك. يعني شلون العراقي يبوس قدرة حج السمع الإيراني؟ والله العظيم أستاذ، أنا سوأني أخذت الفيديو ودزيت لكم إياه على شو اسمه على الواتساب. يعني أستاذ مهزلة، والله العظيم مهزلة، الله المستعان. أبو عمر أشكرك، أعتذر منك، الوقت انتهى، وضحت الفكرة. طبعا قراءة سريعة مشاهدينا الكرام، ونذكر الممثلة الأممية وكذلك حضراتكم للتذكير، تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2018 المتعلق بحقوق الإنسان وصل إلى نتيجة أن حقوق الإنسان في العراق خلال عام 2018 لم تتمكن السلطات الحكومية من السيطرة على عناصر قوات الأمن ووحدات، وخاصة وحدات معينة من قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران. تقول الخارجية الأمريكية هناك أعمال قتل غير قانونية وتعسفية على يد بعض أفراد قوات الحكومية، لا سيما العناصر المتحالفة مع إيران. أيضا تحدث التقرير عن عمليات تجنيد للأطفال قامت بها الميليشيات، وتحدث التقرير عن حالات حقوق الإنسان، اختفاء قسري. الولايات المتحدة المتورطة فيما يحدث للعراق، وهي أساس ما يحدث للعراقي والعراقيين، تتحدث وتقول أن هناك إخفاء قسري وتغييب واعتقال تعسفي ومراكز احتجاز في ظروف قاسية ومهددة للحياة. هذه الولايات المتحدة في تقريرها. فنحن نستغرب من تقرير الممثلة الأممية التي تخرج بهذه الرداءة، بهذا التقرير الرديء، لتبعد العالم عن حقيقة ما يدور في العراق، حتى وإن كان العالم يعلم. لكن هذه التقارير عندما تخرج تعطي صبغة قانونية وتبرير لما تفعله هذه الحكومة القائمة في العراق من انتهاكات طبعا. وطبعا هي أيضا كانت مباركة في إحاطتها لخطوة دمج الميليشيات مع القوات الحكومية، واعتراف هو أصلا بوجود ميليشيات وبوجود فرق موت وعصابات مسلحة، ومع ذلك بوركت هذه الخطوة التي لم تنفذ حتى هذه اللحظة، وكان ولا تزال حبر على ورق بالنسبة لقرار عادل عبد المهدي أو الأمر الديواني الذي خرج به. ميليشيا بدر تستعرض في الشوارع في بغداد، وهناك أمر ديواني يتحدث عن سحب السلاح. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.